إذا ما قمت بالذهاب إلى أحد حمامات السباحة من قبل، لربما تكون رائحته أمراً مألوفاً بالنسبة إليك. ربما تشعر بوخز في أنفك حينما تشتم تلك الرائحة. هل تعلمون ما تلك الرائحة؟ إنها رائحة الكلور، ولكن قد يتساءل البعض لماذا يتم وضع الكلور في حمامات السباحة؟ وهنا تكون الإجابة. معظم الأشخاص يذهبون إلى حمام السباحة بهدف السباحة والاستمتاع بالوقت، ولكن هناك بعض الأشخاص يستخدمونه في بعض الاستخدامات الأخرى. فبعض العلماء من جامعة ألبرتا قاموا بعمل إحصائية لكمية اليورين داخل أحد حمامات السباحة، ووجدوا أنه يحتوي على حوالي 20 جالوناً من اليورين، وهي المادة التي تنتج من البول البشري، حتى أن مايكل فيليبس كان له تصريح شهير نشرته وول ستريت قائلاً: أعتقد بأن كل الناس تتبول في حمام السباحة، وربما أن الكلور يقتل الميكروبات، فالأمر ليس سيئاً. ولكن الحقيقة هي أن الكلور ليس فعالاً بالشكل الذي يعتقده الكثيرون، فالتبول في حمام السباحة أمر كارثي، كما أنه يتسبب في إصابة الكثيرين بالأمراض. لابد من معرفة أن حمام السباحة الصحي هو الذي ليس له أي رائحة كيميائية، أما إذا كان هناك روائح كيميائية فإن هذا معناه أن هذا الحمام يحتوي على الكلورومينات. تلك الكلورومينات تتكون نتيجة اختلاط عنصر مطهر مثل الكلور مع بعض المركبات العضوية كالعرق والقذارة وزيوت الجسم وكذلك اليورين. تلك الكلورومينات قد تؤذي الجلد والرئتين والعينين، وكلما زادت كمية اليورين والعرق والمواد العضوية الأخرى في حمام السباحة كلما قلت كفاءة الكلور على قتل وتطهير تلك الميكروبات داخل حمام السباحة. نحن نعلم بأن المواد المطهرة مثل الكلور داخل حمام السباحة تقوم بقتل وتدمير الغشاء الممرض والبروتينات التي تحتويها الميكروبات والبكتيريا، ولكن لابد أن نعلم أيضاً أن الكلور على الرغم من فعاليته مع معظم الجراثيم والبكتيريا إلا أنه لا يقوم بقتل كل الجراثيم في الحال، فهناك بعض الجراثيم قد يستغرق الكلور ما لا يقل عن 7 أيام لاختراق الجدار الخلوي لها مثل كريبتوسبوريديام. وهذا الكريبتوسبوريديام عبارة عن طفيلي بكتيري يسبب الإصابة بالإسهال لفترة طويلة تتراوح من 2 إلى 3 أسابيع. وهناك طرق عديدة للوقاية من الإصابة بتلك الأنواع من البكتيريا مثل عدم بلع المياه الموجودة في حمام السباحة، الابتعاد عن حمامات السباحة التي بها كمية كلور زائدة عن اللازم، وهناك شرائط اختبار متاحة مجاناً في حمامات السباحة الصحية لمعرفة نسبة الكلور في المياه. وهنا لابد من الإشارة إلى أن النسبة الصحيحة لابد أن تكون ملغرام من الكلور في اللتر الواحد من المياه. إذا ما كنت مريضاً فعليك الابتعاد عن حمام السباحة. قم بالاستحمام قبل النزول إلى حمام السباحة ولا تقم بالتبول فيه بالطبع.